ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده جل وعلا ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأشرف رسله نبينا محمد المصطفى المختار، فهو خيار من خيار من خيار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، من محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جوار منبره وبيته ومسجده الشريف، من هذه البقاع الشريفة ومن هذه العرصات المنيفة، نحمد الله الذي جل جلاله إليكم، ونشكره جل وعلا على عموم نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هدانا للإسلام، ومن علينا ببعثة سيد الأنام، وشرفنا بخدمة الحرمين الشريفين والصلاة فيهما، ومن علينا بنعمة الأمن والأمان والخير.